قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب قرآنا ذكرا وحساب. قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب قرآنا ذكرا وحساب. قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب قرآنا ذكرا وحساب. ألف والباء لها ضمة، والشدة تعطينا الهمة. ألف والباء لها ضمة، والشدة تعطينا الهمة. والفتحة تهدي للأمة خير غراس خير شباب. هيا ندرس هيا ندرس هيا هيا، قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب قرآنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ معكم الأستاذ خالد، سوف يعلمكم الحروف العربية. أخذنا يا أصدقائي في الحلقات الماضية حروفا كثيرة جدا، أصبحنا الآن كبارا جدا. أخذنا حروفا كثيرة وهي الألف والهمزة والباء والتاء والثاء، تعبت، والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي. واليوم إن شاء الله سنأخذ حرفين جديدين وهما أيضا أخوين، هما حرف السين وحرف الشين. حرف السين وحرف الشين، السين أخو الشين، لكن السين ما عنده ولا نقطة، أما حرف الشين عنده ثلاث نقاط، هذا سين وهذا شين، هما أخوان هما أخوان. يا سلام أحسنتم، سنبدأ بحرف السين. سين 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 سين، مرحبا يا سين، أنا أحب حرف السين. حرف السين يا أصدقاء حرف جميل جدا، حرف السين يا أحبابي سهل جدا. ما اسم هذا الحرف يا أصدقاء؟ اسمه سين. السين يا أصدقائي عنده طبق صغير وطبق صغير وطبق عميق، عنده ثلاث أطباق، ولكن الطبقان الصغيران يحبان السطر، أما الطبق العميق لا يحب السطر. الطبق العميق يا أصدقائي نرسمه تحت السطر. حسنا حسنا، إذا يا أصدقاء هذا اسمه سين. ها قولوا معي بصوت عالي، ما اسم هذا الحرف يا أصدقاء؟ سين. لا لا لا، قولوا بصوت عالي، ما اسم هذا الحرف؟ أحسنتم، سين. سين 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 سين، هذا الحرف اسمه سين. يا سلام يا حرف السين، يا حرف السين، أين أنت يا حرف السين؟ تعال إلى هنا، اقفز على يدي. مرحبا مرحبا يا سين. مرحبا يا أستاذ، ما اسمك أيها الحرف الجميل؟ أنا اسمي سين. هو هو هو. هل عندك معلومات جديدة عنك يا حرف السين؟ نعم يا أستاذ، أنا اسمي سين وعندي ثلاث أطباق. عندك ثلاث أطباق؟ كيف ذلك يا حرف السين؟ أنا عندي طبق صغير وطبق صغير وطبق عميق. هل يا حرف السين هذه الثلاث يحبون السطر؟ لا لا يا أستاذ، طبقان فقط يحبان السطر، أما الطبق الثالث لا يحب السطر. حسنا حسنا يا حرف السين، أنت جميل جدا. إذا يا أصدقاء لقد علمنا حرف السين الآن أنه عنده ثلاث أطباق، طبق صغير طبق صغير طبق عميق، وعنده طبقان يحبان السطر وطبق عميق لا يحب السطر. حسنا حسنا يا حرف السين، يا حرف السين هل عندك أخوة؟ نعم نعم يا أستاذ، عندي أخ شبيه لي تماما. عنده أخ شبيه له؟ ما اسمه يا حرف السين؟ اسمه شين، ولكن يا أستاذ عنده ثلاث نقاط. شين سين شين، هذا الحرف اسمه سين، وهذا يا أصدقاء حرف الشين أخو السين. الشين عنده ثلاث نقاط،
سين 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 شين شين شين. حسناً يا أبطال، هكذا تعلمنا وتعرفنا على حرف السين. الحرف الذي يدعى بدرس اليوم حرف السين. أنا أحب استخدام السواك، إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك، يستخدمه قبل الطعام وبعد الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك قبل النوم، ويستاك أيضا عند دخول المنزل. نعم، استخدم الناس يا أبناء السواك منذ القدم، فيؤخذ هذا السواك يا أحبابي من شجرة عملاقة اسمها الأراك. نعم، شجرة الأراك هي شجرة قوية ومتينة ولها جذور عميقة. نعم، فالسواك يا أصدقائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم، وأول من استخدم السواك يا أصدقاء هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا أستاذ خالد، يا أستاذ خالد، ما فائدة السواك؟ لماذا نستخدم السواك؟ له استخدامات كثيرة جدا. أولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا استخدمت السواك ستأخذ أجرا عظيما. ثانيا يقوم السواك يا أصدقائي بتطهير الأسنان وقتل الجراثيم والبكتيريا. يوجد حشرات صغيرة في فمنا تسمى الجراثيم وهي مضرة جدا، هذا السواك الجميل يقوم بالتخلص منها نهائيا. نعم يا أصدقاء، هذا السواك، وأيضا هذا السواك الجميل يعالج تسوس الأسنان. نعم، وأيضا يعمل على شفاء الجروح الموجودة في الفم. إذا كان عندك جروحا مؤلمة في فمك يقوم هذا السواك بمشيئة الله عز وجل بشفاء هذه الجروح. الآن يا أصدقاء نريد كلمة بحرف السين. يا أستاذ، لقد حدثتنا منذ قليل عن السواك، فبالتأكيد سنستخدم هذه الكلمة. أحسنت يا بطل، ما شاء الله، أنت أصبحت ذكيا جدا. الآن يا أصدقائي نريد كلمة بحرف السين. سين سواك. سين سواك. كلمة سواك إذا نظرنا في بداية هذه الكلمة سنجد أنها تبدأ بحرف السين. سين سواك. سين سواك. يا سلام، سين سواك. سين سواك. سين سواك. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. أنا دائما أضعه في جيبي حتى أستخدمه عند دخول المنزل وعند الوضوء وعندما أفعل أي شيء وعندما أتكلم مع الناس، حتى لا تخرج من فمي رائحة كريهة أستخدم السواك دائما، فهو للمسلم مطهرة للفم ومرضاة للرب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. سين 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 سين. مرة أخرى. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. سين 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 سين. سين سواك. هذه أنشودة حرف السين، وهذه إشارة حرف السين. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. سين 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 سين. سين سواك. سين سواك. سين 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 سين. أحسنتم يا أبطال. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. سين سواك. طهر فمي، هو في جيبي طيلة يومي. هيا بنا نكتب. أصدقائي هيا نكتب حرف السين. أتعرفون كيف نكتبه؟
هو سهل جدا. جاهز؟ أنا سأكتب بهذا السواك كأنه قلم خيالي، وأنت امسك القلم الحقيقي. هيا بنا نبدأ. حرف السين يا أصدقاء حرف سهل جدا، عنده ثلاث أطباق. نعم، سنرى الآن. حرف السين في غاية السهولة، يحتاج إلى طالب ذكي وقوي. هيا بنا، هذه هي السطورة، سنكتب الآن. أولا نكتب السطر، لماذا؟ لأن حرف السين عنده طبقان يحبان السطر، والطبق العميق دائما يكون تحت السطر. هيا بنا نبدأ. هذا هو السطر، طبق صغير، طبق صغير، طبق عميق، سين سين سين. مرة أخرى انتبه معي جيدا، حرف السين في غاية السهولة، طبق صغير، طبق صغير، طبق عميق. يا أستاذ إنه سهل جدا، أنا أعرف ذلك. طبق صغير، طبق صغير، طبق عميق، سين سين سين. مرة أخرى، طبق صغير، طبق صغير، طبق عميق. ما اسم هذا الحرف؟ سين. ما اسم هذا الحرف يا أصدقاء؟ سين. سين سين سين، سين سين سين. ها، قولوا بصوت عالي، ما اسم هذا الحرف؟ سين. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. أنا الصيد الذي يدعى بدرس اليوم حرف سين. رسمنا نصف دائرة صغيرة ومثلها أخرى، ونصف الدائرة الأكبر، وأنت بذلكم أدرى. تماما هكذا شكلي وقد أحسنتم. والآن مع فقرة صندوق العجائب. صندوق العجائب. السلام عليكم، أين صندوق العجائب؟ نحن الآن في فقرة صندوق العجائب، أين هو الصندوق؟ أين الصندوق؟ أين الصندوق؟ سأبحث الآن. أين الصندوق؟ ها؟ كيف يقف الصندوق في الهواء هكذا؟ يا صندوق يا عجيب، أنت فعلا صندوق عجيب. سأفتحه الآن، يا ترى ماذا سيخرج لنا هذا الصندوق الطائر؟ ترى هكذا، صندوق عجيب جدا. سأفتحه الآن. به أشياء عجيبة جدا. يا ترى ماذا بداخل هذا الصندوق؟ سأبحث الآن. أنا أسمع صوت مياه. يا سلام، سمكة. كلمة سمكة تبدأ بحرف السين، لذلك مكتوب على هذا الصندوق حرف السين. سين، كلمة سمكة تبدأ بحرف السين، سين سمكة، س س سمكة. مرة أخرى، سين سمكة، س س سمكة. يا سلام، ماذا لدينا أيضا؟ سأبحث الآن. يا إلهي، انظروا ماذا وجدت في الصندوق. إنها ساعة، إنها ساعة جميلة جدا، سأرتديها الآن. يا سلام، ساعة جميلة. شكرا يا صندوق العجيب، لقد أعطاني الصندوق هدية، شكرا لك. ولكن لماذا خرجت الساعة من هذا الصندوق؟ نعم، لأنها تبدأ بحرف السين، سين ساعة، س س ساعة، سين سمكة، س س سمكة. سين ساعة، سين سمكة، سين سمكة، س س سمكة، سين ساعة، س س ساعة. والآن يا أصدقائي سنبدأ لعبة أين الحرف؟ افتح عقلك، ركز معي. أين حرف السين في كلمة سمكة؟ فكر فكر. أحسنت، في بداية الكلمة،
كلمة سمكة تبدأ بحرف السين. أين حرف السين في كلمة ساعة؟ يا سلام، في بداية الكلمة، كلمة ساعة. ساعة سمكة. ساعة سمكة. يا سلام، وهكذا يا أصدقائي انتهت معنا فقرة صندوق العجائب. والآن مع فقرة الصلصال. هيا بنا هيا بنا هيا نلعب بالصلصال. أنا الحرف الذي يدعى بدرس اليوم حرف السين، أتيت لكي أعلمكم فكونوا دائما يقظين. أنا الحرف الذي يدعى بدرس اليوم حرف السين، أتيت لكي أعلمكم فكونوا دائما يقظين. رسمنا نصف دائرة صغيرة ومثلها أخرى، ونصف الدائرة الأكبر وأنت بذلكم أدرى. تماما هكذا شكلي وقد أحسنتم وصفي، عرفتم جيدا رسمي ونطق اللفظ والحرف. وكالعادة انتهت الحلقة، ولكن سنتقابل في الحلقة القادمة إن شاء الله. ها هيا نراجع سريعا على ما أخذناه. أخذنا الألف، ألف ماء، همزة أقصى، باء باب، تاء تمر، ثاء ثوب، جيم جبل، حاء حجاب، خاء خبز، دال ديك، ذال ذئب، راء رجل، زاي زيتون، سين سواك. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنأخذ أخو السين. من هو أخو السين يا أستاذ؟ هو شبيه له تماما، لا فرق بينهما إلا ثلاث نقاط. السين ما عنده نقاط، أما حرف الشين عنده ثلاث نقاط. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة، أحبكم كثيرا. هيا رتب، أسمعنا القرآن. هيا رتب، أسمعنا القرآن. صوتك بالتجويد شجيا، يبدو كالعطر المنسى. هيا رتل هيا رتل هيا هيا، قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب، قرآنا ذكرا وحساب. العلم بناء المستقبل وبه كل العالم أجمل. العلم بناء المستقبل وبه كل العالم أجمل. نصعد نحو القمة نكمل مجد الأجداد الأنجاب. هيا ندرس، قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب، قرآنا ذكرا وحساب. قلم أستاذ وكتاب، هيا ندرس يا أصحاب، نفهم نلعب نقرأ نكتب، قرآنا ذكرا وحساب.